اهلا بكم اعزائي متواصلين معكم وفقرات برنامج مساء الخير الكويت. اعزائي يزور جامعه الكويت هذه الايام البروفيسور علام النور عثمان احمد مدير معهد الشرق الاوسط للاقتصاد المبني على المعرفه جامعه برايتون حول اهميه هذه الزياره في دعم العلاقات الاكاديميه والاطلاع على اهم الدراسات في هذا الموضوع. يسرنا ان نلتقي ضيفنا العزيز البروفيسور علام. مساء الخير بروفيسور. مساء النور ومرحبا بكم وسعيد جدا بلقائكم في هذا اليوم ان شاء الله. شكرا. بداية نسأل عن سبب الزيارة لجامعة الكويت وأهمية هذه الزيارة. والله الهدف من الزيارة هو يعني زيادة العلاقات وتوطيدها مع جامعة الكويت وكل الجامعات الأخرى وحتى القطاع الخاص والغرفة التجارية. علاقتنا مع دولة الكويت علاقة قديمة يعني تمتد لسنين عديدة. وأنا في الحقيقة في البداية بس لو تسمح لي داير أهني الشعب الكويت وأمير دولة الكويت الامير صباح الجابر احمد الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبه العيد الوطني. ونحن طوال بنشارك فيه حتى في لندن كل سنه بنتشرف بالدعوه للسفاره وسط يوم الاثنين حنشارك فيه ان شاء الله. الاسباب اللي قلتها في علاقتنا مع الكويت بدات من فتره طويله وحاولنا في الستة والسبع سنين الماضيه انه نشوف كل السبل اللي بتخلينا نساعد في تطوير هذه العلاقات، نقل المعرفة وكل الأشياء اللي بنقدر نعملها في بريطانيا وهذه التقنيات والسبل والطرق الحديثة في البحوث اللي بنعملها لدولة الكويت عن طريق الجامعة وجهات أخرى. جميل. طيب يعني نود أن نعرف السادة المشاهدين بروفيسور معنى المعرفة والاقتصاد المبني على المعرفة. والله الاقتصاد المبني على المعرفة هو مصطلح ما قديم وكمان مصطلح ما جديد، لكن بدي اعطي فكره بسيطه للمشاهدين. الاقتصادات في العالم كلها حسب التاريخ كلها بدات على تبنى على اشياء متعلقه بموارد بيئيه، يعني مثلا زي النفط. الدول معظمها اقتصاد مبني على الزراعه على النفط على اشياء زي دي. ففي خلال التجارب كلها في خلال السنين الاخيره يمكن ال 30 او 40 سنه والدراسات اللي اتعملت تجد انه الاقتصادات المبنيه او اللي بتعتمد على هذه الموارد المتعلقه بالبيئه ما اقتصاد مستدام، ليس اقتصاد مستدام ويمكن الاعتماد عليها للاجيال القادمه. فبدا التوجه في العالم كله على راس البنك الدولي والاوروبيه وكل هذه الجامعات والبحوث في انه يشوفوا ما هو الاقتصاد الممكن تبنى عليه، ما هي الدعامه الممكن تبنى عليها اقتصاد يستمر ويستدام. ولقوا انه الاقتصاد هو الاقتصاد المبني على المعرفه، والاقتصاد المبني على المعرفه عنده اربع ركائز. واحده من الركائز هي التعليم. لازم يكون عندك اجيال متعلمه عشان تقدر تحافظ على كل مقتنيات البلاد وتطور فيها، ومبني على دعامه ثانيه وهي الابتكار. لازم يكون الاجيال وكل في ابداع يقدر يبدعوا ويعملوا الاشياء بطريقه افضل، ومبني برضه على تكنولوجيا المعلومات، لانه احنا في عهد بتاع التكنولوجيا اصبحت اي شيء يعني زي ما استخدمنا في البرنامج ده لايف ده جزء من تطور تكنولوجيا المعلومات. والدعامه الرابعه هي زياده روح التنافس في الاقتصاد. يعني اربع دعائم رئيسيه هي اللي يعتمد على الاقتصاد المبني على المعرفه، الابتكار والتعليم والتكنولوجيا المعلومات وتطوير روح المنافسه. تطوير روح المنافسه على اي اساس بروفيسور؟ على الاساس الاقتصاديه، يعني مثلا تطوير روح المنافسه بحيث انه الناس يقدروا يعملوا ينتجوا ويعملوا اشياء سريعه، يغيبوا مشاريع صغيره. انا قبل كنت في زياره البنك ابو ظبي الصناعي وعرفت كيف مثلا المحافظ اللي تقوم بها البنك انه يطور المشاريع الصغيره، انه الناس تقدر تعمل الاجراءات بطريقه اسهل، يكون في حريه في العمل بين الدول، التجاره الدوليه، تكون كل هذه المعوقات تزال بتزيد من روح التنافسيه للدول. طيب ماذا عن اداره المعرفه؟ ما هي هذه اداره المعرفه؟ ويعني اهميتها للمؤسسه؟ إدارة المعرفة هي ممكن نقول نظام، عشان نشرحها بطريقة بسيطة برضه للمشاهدين لكم، ممكن نقول نظام أو طريقة تساعد الأورجنايزيشن أو المؤسسة أو الجهة الحكومية أو الجهة الخاصة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب بالطريقة الصحيحة. يعني هسه نحن لما نيجي المدير أو الوزير يتخذ قرار هو بيكون عايز يتخذ قرار بسرعة ويكون هو القرار الصائب، عشان يكون عنده هذه القدرة على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح لازم يكون عنده المعلومات متوفرة بطريقة منتظمة تساعده على اتخاذ القرار. فاحنا دائما بنقول عشان نشرح إدارة المعرفة بنقول انه هي بتبدأ من بيانات صغيرة جداول مخططات لو ننظمها مع بعض بتتحول لما نسميه المعلومات.
لأنه كنا بتخلط ما بين المعرفة والمعلومات. عندنا بيانات أو جداول مخططات. هذه الجداول والبيانات عبارة عن تتنظم. معلومات وليست معرفة. أيوة ننظمها حتى تبقى هي معلومات، مثلا جداول عن كذا، معلومات عن كذا. لكن هذه الجداول والمعلومات إحنا بنقوم نحولها بطريقة ما إلى معرفة، بحيث أنها تكون ذات فائدة متوفرة بطريقة اتخاذ القرار. يعني مثلا تقول الوزير أو الرئيس أو مدير التلفزيون هنا مثلا، هو في اللحظة اللي عايز يتخذ قرار عايز المعلومات تكون متوفرة بطريقة سهلة، يعرف على ضوء يقدر يقرر، لكن ما عايز يقرأ له جداول كثيرة أو بيانات كثيرة. فالتعريف أصلا لدينا لها هي منظومة بتساعد على تجميع كل الثروة المعرفية الموجودة في المنظمة، حفظها ونشرها في المنظمة. يعني أنت عندك معلومات كثيرة في الغناء ممكن تجمع منك ومن كل الموظفين المعاق في التلفزيون، تحفظ في مكان واحد هذه معلومات وتنشر بعد كده في كل الأورجنايزيشن اللي هي المنظمة، وبعد كده تساعد الناس على تطوير هذه، يعني تجميع وحفظ ونشر المعلومات في الأورجنايزيشن أو في المنظمة بيسمى هو المعرفة. اوكي، بس لان البروفيسور يعني حصل عندنا احنا مصطلحين. أيوة. اللي هو المعلومات والمعرفه. تمام. المعرفه اشمل من المعلومات؟ المعرفه هي المرحله اللي ما بعد المعلومات، او المعرفه هي المعلومات منظمه بطريقه تسهل على تسهيل اتخاذ القرار. احنا دائما عشان نتخذ القرار الصحيح عايزين يكون عندنا معرفه وليس معلومات. نعم، نتخذ القرار على قرار المعرفة على أساس المعلومات الموجودة. أيوة. من ضمن دائرة المعرفة. من ضمن يعني المنظومة كلها هي إنه البيانات ننظمها في معلومات، وبعدين هذه المعلومات ننظمها بحيث إنها تكون سهلة الاستخدام لاتخاذ القرار الصحيح. يعني القرار كله هو أصحاب القرار كيف يقدر يتخذ القرار بناء على المعرفة بالظروف في هذه اللحظة. طيب ماذا عن أهداف وفوائد المعرفة؟ فوائد المعرفة كثيرة. يعني أول فائدة زي ما أنا شرحت قبل في الأول وكل البحوث اتفقت عليها، إنه أي اختصاص مستدام لا يبنى إلا على المعرفة. دي تقريبا بقى ما فيها خلاف في العالم كله، كمراكز بحوث أو تجارب الدول المتقدمة، وعندنا تجارب معروفة يعني ردوا البنك الدولي مثلا. يعني في عام 1960 كان الناتج الغوبي بتاع كوريا هو نفس الناتج الغوبي بتاع كل الدول الأفريقية. في خلال 30 سنة الاقتصاد بتاع كوريا تحول بزيادة 70% كان نتيجة للمعرفة، في حين الدول الأفريقية كلها انتظرت في مكانها نصف القصة. فبقى في دليل على أنه هي نمبر 1 بتساعد على زيادة الإنتاجية، بتساعد على زيادة الفعالية، بتساعد على اتخاذ القرار السريع الصائب، وبتساعد على أشياء كثير. حتى بنقول أن المعرفة بتساعد في تواغي الناس من الموت. يعني في مثال زمان الفيروس بتاع سارس لما ظهر في العالم ما قدروا يوقفوه إلا عن طريق نظام معرفي صحيح في منظمة الصحة العالمية، يقدروا يجمع كل المعلومات في لحظة واحدة عشان يتخذوا القرار الصحيح. هناك كل هذه فوائد للمعرفة. طيب إطار إدارة المعرفة، السلوكيات، المعايير والحلول لاستخدام وتبادل المعرفة لدعم المؤسسة، خلينا نتكلم في هذا الجانب. طيب دي جوانب مهمة، ودي السبب الرئيسي برضه من زيارتنا لدولة الكويت والتعاون مع جامعة الكويت. يعني مثلا أديك مثال، مثلا نقول إذا جامعة الكويت فيها 1500 باحث، بروفيسور وأساتذة ومساعدين أساتذة، ودي فرصة أذكر هنا برضو الدكتورة خنادي مبارك المباركي، هي سبب علاقتنا بجامعة الكويت، هي أستاذة في كلية الهندسة. في أساتذة كثيرين عندهم بحوث ودراسات، ونحن المعايير اللي بنعملها شنو؟ إنه نشوف طرق نجمع بها كل الثروة المعرفية الموجودة من 1500 باحث في جامعة الكويت مثلا، بحيث إنه كلها تكون ذات فائدة للمجتمع. يعني لو احنا عايز دولة الكويت تستفيد بأي موضوع مثلا نقول عن البيئة، عن الصحة، يقدر يلقوا خلاصة ال 1500 مصدر للمعرفة دي. مصدر المعرفة عندنا بيعتمد على حاجتين، معرفة بنعتبرها احنا ضمنية وحسية، معرفة مكتوبة في الورق بنقدر ناخدها، وفي معرفة بتيجي من الخبرة والتلاحف مع الناس، زي الناس بنعمل فيه، وزي احنا جينا من بريطانيا برضه هم بيجونا في بريطانيا دكتورة هنادي، في معرفة بيتلقوها في خلال التعامل مع بعض مقابلتهم، فدي جزء منها. بعدين لازم يكون فيها معايير، فيها قوانين، فيها استراتيجيات، فيها سياسات. يعني مثلا احنا عايزين الناس تتكلم بحرية، عايزين الناس يقولوا آراءهم في فورمز زي الناس بتحصل في الفيسبوك، دي جزء من الطرق المستعمله في إدارة المعرفة. لكن كمان لازم يكون فيها قوانين وفيها نظم وفيها أخلاقيات للتعامل فيها مع الزملاء وهكذا. برضو فيها جوانب بتاعت سرية المعلومات، يعني معلومات ممكن نشارك بها، فعندها بروتوكول كامل بيخطها في استراتيجية متكاملة للمنظمة. طيب ماذا عن دور سفراء المعرفة في تأسيس ثقافة إدارة المعرفة في المؤسسة؟
سفراء المعرفة دور من أهم الأدوار. ليش؟ لأن سفراء المعرفة دين هم نحن بناء سفراء المعرفة هم تعريفهم شنو؟ لما نجي لأي منظمة أو جهة مثلا زي جامعة الكويت أو تلفزيون الكويت أي جهة دارين ماشي فيها برنامج متكامل للمعرفة نقوم نختار بعض الأشخاص أو الموظفين في هذه الجهة نحن بنسميهم سفراء كلفظ يستعملوه في إدارة المعرفة كثير لكن السفراء دي شنو؟ أول حاجة بيكون خصائصهم يكون عندهم الغابلية عندهم رغبة في المعرفة والتعلم والأشياء دي عندهم قبول من زملائهم يعني مثلا لما نختار سفير معرفة لازم شخص يكون محبوب لزملائه بيقدر يوصل المعلومة عنده طريقة كويسة لشرح المعلومة عنده طريقة ديل بنجي نقعد مع مدراء الإدارات ونشرح لهم نحن بنفتش عن سفراء معرفة اللي هم دي خصائصهم زي ما بديت أذكر لك فيها إنهم محبوبين ومرغوبين وعندهم الرغبة يتعلموا وغيره وغيره يعني ما يخجل الإنسان عنده قوة شخصية أشياء كثيرة بعدين نتكلم مع المدراء نقول لهم في كل الإدارة اللي عندك دي مين اللي بتتواضع تتفق عليه هذه الصفات هو بيقوم من كل مدير إدارة نطلب منه يرشح لنا واحد أو اثنين لما يرشح مثلا نقول ناس باسم إدارة الشؤون البشرية يرشح واحد أو اثنين اسم المشتريات الحسابات بنلمهم مع بعض بنقوم نعمل لهم دورات تدريبية عشان هم دي اللي حيكونوا أول أداء للتغيير في الجهة اللي احنا عايزين نعمل فيها البرنامج المعرفي إذن هناك في معايير ثابتة باختيار معروفة عالميا معروفة عالميا نعم متفق عليها في كل الجهات الأكاديمية والبحثية والمشاريع والاستشارية كلها بيتفقوا ما هي الخصائص بتاعة هذا السفير عشان هو يكون الأداة للتغيير في المنظمة بتاعته يعني عايزين حد يقدر يبدأ يغير في الشركة أو في المنظمة أو في الجهة الحكومية طيب ماذا عن كيفية البدء بمبادرة مشروع إدارة المعرفة؟ أهم حاجة في خطوات أيوة في خطوات للأسف الشديد يعني الإحصائيات اللي عندنا في العالم كله حتى في بيجي إحصائيات في أوروبا يعني في الدول المتقدمة زي أوروبا زي السويد زي بريطانيا زي أمريكا 83% من مشاريع المعرفة إدارة المعرفة في أوروبا فشلت والسبب الرئيسي في فشلها واحد منها للأسف الشديد واحد أول سبب رئيسي في فشل مبادرات المعرفة إنه أنت من الأول لازم تبدأ من الناس اللي أصحاب اتخاذ القرار تقعد يعني تجد وقت طويل في الحوار معهم عشان تقنعهم بأهمية هذا النظام ليش أنت عايز تطبق نظام معرفة تقنعهم بالفوائد دي لازم يشوفوها يعني أي جهة هتروح تقابلنا معها في الإمارات في السعودية في السودان أول سؤال بيقولوا لك ما هي الفائدة اللي حتبني على هذه الجهة انت عايز هو فايده ملموسه يعني انا زول بتاع شركه مثلا في الغرفه التجاريه 27 بكره اول سؤال حيسالوا لي بيقول احنا علام دايرين فائده نقدر نحسها تجيب لنا عائد مادي مثلا سريع لا يتوريهم الفوائد فاول بدايه لمشاريع المعرفه انه لازم اصحاب القرار في الجهه الحكوميه او الخاصه يقتنعوا باهميه دور اداره المعرفه ويعرفوا الفائده اللي حتعود لهم المشكله اللي بتقابلنا دائما في المشاريع اداره المعرفه ان العائد بتاعها بياخذ زمن طويل يعني العائد بتاع مشاريع المعرفة انت بتبني في أجيال بتغير في نظام في كلتشر بتاع الأردن فبياخذ زمن. الحاجة الثانية المهمة جدا في مشاريع المعرفة لازم تخليها بطريقة تكون مستلطفة مش تكون حاجة يحس منها مفروضة عليهم دي أشياء مهمة جدا هي أن تختار الناس الصح الوقت الصحيح يعني ما في أي لحظة تعمل إدارة المعرفة لا في الوقت الصحيح تختار الأشخاص الصحيحين اللي بده يغيروا بعدين الحاجة الثالثة والمهمة للأسف برضو مشاريع المعرفة تحتاج لميزانيات كبيرة لأن أنت عايز تدور كل الموظفين دار تجيب أنظمة فدي كلها أشياء مفروض ينظر لها قبل ما الناس تبدأ في مشاريع إدارة المعرفة هناك مشاريع ناجحة؟ نعم في أمثلة لمشاريع ناجحة؟ في أمثلة لمشاريع ناجحة يعني خيارات دي مثال في العالم في أوروبا وبعدين في العالم العربي في أوروبا مثلا في مشروع في فنلندا مثلا واحدة من الدول التي قدرت تغير في النمطية بتاع سلوك الموظفين وغيره باستعمال الإبداع وإدارة المعرفة في أنه كل الأشياء موجودة مع بعض وأنت ممكن تتصل بها مع بعض واحد من الأمثلة برضو الغوية جدا هو الاتحاد الأوروبي احنا في بريطانيا وكل الجامعات الأوروبية في السويد والنمسا وكل الدول دي أي معلومة بتنشأ أو باختراع أو أي شيء جديد يصبح في أي دولة في أوروبا نحن بنعرف به في بريطانيا في أقل من سكند يعني في ثواني بنقدر نعرف عنه ليه؟ لأنه مربوطين بشبكة واحدة في دي كلها يعني أمثلة على نجاح مشاريع إدارة المعرفة في أمريكا في أمثلة برضو لكن أنا عايز أديكم مثال على العالم العربي وده كان مشروع كبير ضخم وكان هو أول مشاريع عملناها وساعدنا في تكوينها في دولة الإمارات في إمارة أبو ظبي يعني ساعد في إنه يجمع ويربط مع بعض 4500 موظف على كل بلديات إمارة أبو ظبي في الغربية والعين وأبو ظبي ومربوطين به شبكة واحدة بيقدر يرفع الدوكيومنتس المستندات بتاعتهم مع بعض
بيتخاطبوا مع بعض، يعني في امثله عليها كثير. وش كثر خذ معهم وقت علشان يوصلون لهالمرحله؟ اخذ 3 سنوات. مو وقت طويل. ما وقت طويل، يعني دائما هي بتاخذ من يعني يعني مثلا لو اختصرنا فيها زمن، يعني مشكله من واحده من المشكلات، المشروع ده كانت في الاول كانت مشكله في التغيير، لانه كان الخبراء من بريطانيا ما كل اللي بيجوا من بريطانيا زي بيقدر يتكلم عربي، كانت مشكله بسيطه، اشكال الشهر نفسه ما كانوا متفقين، لكن ممكن يعني هي من سنه لثلاث سنين عموما لو المشاريع على الفندنج والتمويل موجود والرغبه من اداره الجهه الحكومه موجود متوفر، ممكن المشروع ينجح في سنه واحده ممكن يخلص. يعني انا بغيت اسالك بروفيسور، يعني كيف ممكن نقيم اذا هذا المشروع نجح او ما نجح؟ يعني نعطيه فتره زمنيه ايش كثر؟ ايوه ممتاز. لما نجي نقدم يعني استشاره في كيف انه اول حاجه بنعملها بنعمل حاجه اسمها تقييم وضع المؤسسه، يعني مثلا قلت جامعه في الكويت لو قالوا نحن من المقترحات اللي قدمنا لهم انه نساعده في تكوين مشروع اداره معرفه، وقام سعاده المدير بحثنا قبل يوم الاربعاء قال دي فكره جميله وتعالوا اعملوها، اول حاجه بنعملها الفتره الاولى بنعمل تقييم لجامعه الكويت من حيث جاهزيتها لتقبل مشاريع اداره المعرفه، اللي بيعمل تقييم للموظفين، تقييم للمعلومات دي موجوده كيف في دوكيومنتس في مستندات في وهكذا. بعد ما نغيمها بنقوم نحط المخطط بتاعنا بانه حتاخد كم من الزمن وحينجز متى وحتنجز كيف. وراح تكون في متابعه من ايوه في متابعه من الاثنين. يعني في الامارات مثلا اول حاجه عملناها انه كوننا من المواطنين الاماراتيين 10 عينتهم لنا البلديات عشان ندربهم ونبدا نهيئهم، يعني كان عندي معي وبدرس لمديره مكتب المعرفه في مثلا في اماره ابو ظبي قاعده معي سنه ونص 16 شهر انا بدرب فيها، هي متابعه يعني افري دي من الصباح انا بين لحد ما اخلص الدوام، هي متابعه مش اللي بتتعلم في اداره المعرفه، بتتعلم حتى في كل اسلوب انا بعمل له الحياه نص القصه في العين وغيرها، فدي جزء مهم. الحاجه كيف بنعرف انها نجحت او فشلت؟ مع المخطط او المقترح اللي بنديه للجهه بنعطيهم برضه طرق اسمها معايير تقييم الاداء. نعم. انه يقدر يعرفوا بعد سنتين او ثلاثه فعلا انه الاداء نجح هذه المبادره ولا ما نجحت. بروفيسور علام، يعني احنا في ختام لقائنا نقول لك يعطيكم العافيه وان شاء الله موفقين في عملكم وشكرا لك. شكرا جزيلا على وقتكم، وانا سعيد جدا باللقاء معك، شكرا جزيلا، ربنا يوفقكم كلكم ان شاء الله. شكرا. اذا اعزائي كل الشكر للبروفيسور علام النور عثمان احمد مدير معهد الشرق الاوسط للاقتصاد المبني على المعرفه جامعه برايتون، لحظات ومن ثم نعود فابقوا معنا.